انا عندي السبلاي انكل عندي بتلوي الصوره دي. دي كنا ده مع كيسنجر، هنري كيسنجر برضو كان بيعشق الكوره. شوف يا اخي الرياضه بتوصلك لايه. شوف الرياضه بتوصل الرياضيين لايه. بتعمل علاقات مع صحيح ما تسمرتش علاقات، ما هو لقاء طبعا طبعا. وعارف ان انا مصري يقول لي ياه مستر سادات ودي بيكن باور. بيكن باور ده جالي في فرنسا قال لي انا ليه انا ماي نيم از برنس فرانسي بيكن باور. اوف كورس رحت واقف له قال لي هم مديني تذكره في الماتش ده، ممكن اخد تذكره تانية؟ قلت له تاخد الاستاد كله يا عم الحاج، تاخد الاستاد كله ده انت فرانس بيكن باور. دي في التنظيم قبل الماتشات بقى الاعلام تتحط ازاي، السلام الوطني ما يزيدش عن 30 ثانيه، يعني الامور تنظيميه خلت الواحد يتعلم ازاي ينظم كاس تاريخ عم. تاريخ يا باشمهندس والله في كره القدم والكره المصريه. طيب انا معايا تقرير للواحد حبيبك قوي دكتور حسام الابراشي اللي كان مسؤول عن منتخب مصر في كل حاجه وكان وش السعد في 2006 و2008 و2010. هنسمع الدكتور حسام هيقول لك ايه ونرجع تاني. انا سعيد جدا ان ليا الشرف ان اتكلم على الكابتن هشام عزمي، طبعا هو صديق شخصي لكن هو رمز من رموز الكره المصريه، ما كان لعيب في المنتخب ونادي الزمالك ومن قيادات اتحاد الكوره، وشخصيه منظمه جدا 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 ودؤوب في عمله. وانا افتكر موقف كان هو رئيس البعثه، رئيس بعثة منتخب مصر، كنا رايحين فرنسا، كان عامل كل ترتيبات الرحلة 10 على 10، أدق التفاصيل والتفاصيل الصغيرة كان عاملها، حتى درجات الجو ودرجات الحرارة وكل اللي هنقابله في فرنسا هو اللي كاتبه حصل، وعامل ترتيبات جميلة جدا جدا جدا، واحنا استفدنا منه جدا جدا جدا. وغيرهم انه طبعا لعيب دولي وكان لعيب منتخب مصر ونادي الزمالك، وانا يعني تابعته هو حتى لسه في نادي الطيران، كان بيعمل ماتشات جامدة جدا قدام الاهلي والزمالك ونبغ وهو في نادي الطيران مش في الزمالك او الاهلي. فده كان مثال يقتضي بيه اللعيبه اللي في الانديه الصغيره ان يوصلوا منتخب مصر بدون ما يلعبوا في الاهلي والزمالك. وانا سعيد جدا واتمنى له كل التوفيق والصحه ان شاء الله. هتقول ايه للمهندس حسام الابراشي او الدكتور حسام الابراشي؟ وفي نفس الوقت هو اكبر لعيب طاوله في مصر، بس بيخسر مني على طول انا وهو كابتن حسن شحاته. انت بتكسب كل الناس حتى في البلياردو في الطاوله، يا مصطفى مواهب مواهب. انت ماشي على نفس خط النادي الاهلي تكسب كله. انا بتعادي. حسام بس احنا واخدين على كده يا باشمهندس. متعوده دايما. هتقول ايه للدكتور؟ حسام البراشي قمه العلاج الطبيعي في مصر. نعم. يعني النهارده لما اللعيب بيتعور، زمان كان يقول لك عندك مزق تقعد اسبوعين ثلاثه وما يساء او حسام البراشي مدرسه في العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي دي حقيقه. اللعيب اللي بينزل الملعب بعديها باسبوع او بعديها بيوم ده نتيجه جهد وعلم عند ناس زي حسام البراشي. طبعا طبعا. حسام من الناس اللي دمها خفيف جدا، يعني ربنا يديله الصحه والعافيه، وصديق عزيز علينا هو. علينا كلنا. وبشكره على الكلمتين الحلوين، وانا تشرفت ان ابقى معاهم في فرنسا مع منتخب مصر. طيب انت قلت لي من لسه في كلامنا ان انت عملت ملف يعني لا غبار عليه في 2017، والراجل بتاع نيوزيلندا جالك وقال لك مبروك عليك ان انت عامل ملف حاجه تفرح، ما اقدرش احنا هننسحب من الملف بتاعنا. تنظيم كاس العالم 2010، هل ما عرفتوش تعمله ملف زي اللي اتعمل 2017 بس تطوير اكتر واكتر؟ هل مصر ما كانتش تستحق المكانه ديت؟ بص، اتخاذ قرار اسناد التنظيم لاحدى الدول لا يستند الى ملف فني فقط. في اعتبارات اخرى، وتحت اعتبارات اخرى دي الدوله سطور كتيره جدا. نمره واحد، الملف المصري كان ملف رقم واحد في تقييم الفيفا من خلال اللجنه اللي جت زارت كل الدول.
وعندي التقرير بتاع الفيفا ان مصر رقم واحد، وراها جنوب افريقيا، وراها المغرب، وراها تونس اللي هو كانت متقدمه وانسحبت تونس، ما بقاش فيه الا الثلاثه. فاحنا فنيا عاليين، ورانا جنوب افريقيا كمان كانت ورانا على طول، انما انا عندي تقرير الفيفا. لكن لا يكفيك ملف فني، يكفي لا بيبقى في تحركات على كافه المستويات، ودعم من الدوله، ودعم من قطاع رجال الاعمال. الدعم ده كان موجود بس على مضض، يعني من غير ما يقدر حجم العائد الاستثماري من تنظيم كاس العالم في مصر، فكان في شقاء في التحرك ما بين الناس دي كلها. النقطة اللي بعد كده، فريق العمل. لازم فريق العمل اللي يشتغل في التسويق والترويج لأي بطولة يبقى فريق عمل متفاهم مرتبط متناغم وبيبذل أقصى مجهود. كل واحد كان بيشتغل لحسابه؟ في مجموعات كانت بتشتغل لهدف ما عشان توصل لمنصب ما في الاتحاد الدولي الاتحاد الإفريقي وتنسى مصر. أنا ليه فتحت الموضوع ده؟ لأن في النهاية قال لك ان المهندس هشام عزمي شال الليله كلها وشلتها شلتها. وانا مبسوط ان شلتها بص هقول لك اكمل لك الموضوع. الجزء الثالث اللي هو التربيطات اللي هي من قبل الاتحاد الدولي التربيطات دي تربيطات على مستوى مختلف انا ما كنتش على درايه بيها وفوجئت بيها بعديها، ان في ناس بعد طلبت حاجات معينه مباشره وانا ما عرفتش. لو كان عرض عليا اقول لهم لا، الفلوس اللي هتتحط في الحاجات دي كلها احسن لي افتح بيها مستشفى. طلبوا فلوس افتح بيها مستشفى، افتح بيها مدرسه، انما طالما صرفت دفعت يبقى غيرك هيدفع اكتر. طب انت ما بلغتش المسؤولين في الاتحاد الدولي الكلام؟ انا ما كنتش اعرف الحكايه ده اللي بعد ما خلصت بقى. انا عندي جوابات. طيب. عندي جوابات اعتذار من اعضاء المكتب التنفيذي معظمهم بعتوا يقولوا لي انت كنت صوره مشرفه للملف المصري، انما لازم تعرف ان هناك اعتبارات اخرى اثرت على قرار الاتحاد الثاني. مش معقوله مصر تاخد صفر بالعقل. طيب كده هل الفلوس اللي اتصرفت ديت اتصرفت اتحطت بشكل سليم في حاجات ولا بعض الناس استفادت منها؟ انا ما عنديش الخلفيه دي يسال فيها المهندس هاني ابو ريده اللي هو كان مسؤول الملف المالي الى جانب مسؤوليته عن استخدام الاصوات الافريقيه، وصحر الهوائي المسؤوله عن استقطاب الاصوات الاسيويه. طب انا ما عرفتش اجيب اوروبا وما عرفتش اجيب امريكا. بص حضرتك الكلام ده حرامي. بص الكلام ده مكتوب قبل ما تطلع فساد الفيفا. انا كتبته شوف سنه كام قبل فساد الفيفا واعلنت الكلام ده. انما ما حدش صدقني قال لك بيدافع. انا ما بدافعش عن نفسي، انا شلت العمليه وانا راضي. انما كان املي هشام عزمي بيخرج عن صمته بعد 16 سنه على فضيحه صفر المونديال، عصابه بلاتر و 23 حرامي باعت مصر والثنائي. مين الثنائي؟ بص خلينا نتكلم في الرياضه. وقبضوا الثمن في مناصب في مناصب. طيب انت شايف ان النتيجه كانت مفاجاه بالنسبه لمصر؟ مؤكد، يعني كان في صدمه، احنا ما قمناش من على الكرسي، لان اقله اخسر بصوتين، اخسر بعشرة، انما ما خدش ولا صوت. انما صفر ما خدش الصوت ليه؟ لان التربيطات كان على مستوى عالي جدا. اللي حصل ثوره في الصاله المغرب، صارت في الثوره، لان المغرب تعاملت مع الموقف بطرق مختلفه عن التعامل المصري، اللي هو انا موافق على التعامل المصري، انا ما طلعش حاجات خفيه عشان اخد بطوله. يعني كاس العالم اتاخد براشو مش ده بس. طيب انا مش عايزين ايه يعني شوف تحقيقات اللي بتتم في انا عندي تحقيقات المدعي العام الامريكي في فضائح الفيفا بما فيها 2010، وعندي الملف وقدمت شكوى للفيفا قلت لهم ردوا اعتبار لمصر نمره واحد، ردوا اعتبار لعلي الدين هلال، ردوا الاعتبار لطلعت جنيدي الله يرحمه، دول الناس اللي جار. انما الفيفا وقالوا الفيفا رد عليها ايه؟ من فضلك قدم الملف عن طريق الاتحاد المصري لكره. طب الكلام ده وديت الملف لهاني ابو ريده اترمى في الزباله. طب انت طالما انت كنت شايف الكلام ده كله، انت اختفيت ليه عن المشهد خالص حوالي 16 سنه؟ لا بص يا مصطفى، في حاجه، في عندك ثقل، حاجات معينه في حياتك ليها ثقل. فوق كل ده الاعتبارات الكرامه والاحترام. انا اول نزلت من الطياره في التلفزيون
دعوني رحت استخبيتش، استقلت من الاتحاد المصري لان لم احقق اماني مصر في تحقيق كاس العالم. يعني انت انسحبت بارادتك واستقلت من الاتحاد الدولي على الهوا. هات لي حد في هات لي زمايلي اللي هو كانوا في لجنه الفيفا دي الاتحاد الملف حد خد مثل هذا القرار، لان كان لازم احافظ على كرامتي. ليه؟ اولا ليه؟ بس دي كرامه بلد مش كرامتك بس. ما انا برضو انا واحد من البلد. البلد حاولت احافظ على كرامتها باعداد ملفات تانية وما اعرفش ايه وتحقيق، انما اتركنت في الاتحاد المصري ومحدش راضي يقدمها على الرغم ان عندي مستندات. ده ما احنا بقى هنعمل حلقه للمستندات والكلام ده. لا كله. مش هتكلم. عارف الموضوع ده انا قفلته إيه؟ ليه؟ انا عايز اولا انا بعدت ليه؟ عايز احافظ على كرامتي، كرامه عيلتي، لان حصل تجريح. كرامه الدوله يا جماعه. طبعا بدا تجريح في الاعلام وانا اثرت على نفسي ان انا ما ردش، لان النهارده الالم كان زي الخنجر بيعور، فانا فضلت ان اركز في شغلي واكل عيشي واحافظ على عيلتي. وبعت وسبت الناس بقى اللي هو كانوا في اللجنه مكملين يكملوا زي ما عجبهم. طب انت من خلال تواجدك كده وفكرتك كده والملفات، لو طلب منك ترجع اتحاد الكوره تاني عشان مصر هتنظم كاس عالم وطلب منك ملف، هتوافق؟ حدي المشوره وابقى مستشار، لان النو هاو بتاع اسلوب اعداد الملفات اختلف. وبعدين كاس العالم دلوقتي شكله اختلف، ما بقتش دوله واحده ولا زي زمان، بقوا دولتين دول مشتركه او اربعه. فالمنظومه اتغيرت والفكر اتغير ومتطلبات الفيفا اتغيرت. يعني المتطلبات بتاعت زمان غير متطلبات النهارده، انما ممكن اخش ادي المعلومه وادي الاستشاره الفنيه بتاعتي ويبقى في فريق عمل محترف. طيب انت شايف فرصه رجوعك اتحاد الكره تاني لو جات لك فرصه توافق ولا ما توافقش؟ قولا قاطعا لا. لا انا كبرت وبحب اركز مع عيلتي واشوف شغلي واكل عيشي، لان بعشق الشغل في سينا بالذات. ربنا يديك الصحه والعافيه. احنا معانا تقرير من